خلونا نذهب الأرصاد. عندنا توقعات بموجة انخفاض موجة جوية ما نعرفش شكلها ايه، او فيها انخفاض في درجة الحرارة. معي على الهاتف دكتور محمود شاهين المدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذ لميس. اهلا بيك، قول لي ايه تنبؤاتنا للجو في الايام القادمه؟ طبعا احنا وفقا لبيان الارصاد في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بدات النهارده بالفعل على غرب البلاد كما نوهنا عنها. احنا قلنا النهارده حاله عدم الاستقرار هتبدا على السواحل الشماليه الغربيه، سقوط امطار متوسطه الى غزيره على بعض المناطق، وده حصل بالفعل كان على من الساعات الاولى من الصباح، كان موجود على السلوم وسيدي براني ومطروح، وصل الامطار الى مناطق من الاسكندريه ومناطق من رشيد وبلطيم وكفر الشيخ. طبعا هذه الاماكن سقطت عليها الامطار وفقا كما توقعت الارصاد، هتمتد هذه الامطار الى جزيره خلال الايام وخلال غدا باذن الله على باقي محافظات شمال البلاد في الوجه البحري، شمال وسط سيناء، القاهره الكبرى، امطار مهم متوسطه قد تكون غزيره احيانا على بعض المناطق. بالاضافه الى كده هيكون في نشاط الرياح على اغلب الانحاء ولكنه اقل حده من الاسبوع الماضي. احنا شفنا الاسبوع الماضي كان في نشاط رياح قوي قوي الثلاث والاربع حضرتك، لا الموضوع اقل شويه، وهناك انخفاض طفيف في درجات الحراره متوقع القاهره على سبيل المثال بكره تتراوح فيها درجات الحراره العظمى من 15 الى 16 درجه مئويه. طب يعني بكره الدنيا هتمطر فين؟ يعني الامطار، وهل الامطار هتصل لحد السيول ولا امطار متوسطه؟ الامطار من متوسطه الى غزيره على كل سواحلنا الشماليه، بدايه من السلوم ومطروح غربا، مرورا بالاسكندريه، رشيد، بلطيم، بورسعيد، رفح، العريش، مناطق من الوجه البحري طبعا، ايضا القاهره الكبرى، كل هذه الاماكن عليها امطار من متوسطه الى غزيره احيانا وتكون رعديه كمان في بعض المناطق. وسط سيناء هتكون الامطار متوسطه ورعديه عشان الطبيعه الجبليه في وسط سيناء، الامطار دي قد تصل لحد السيول نظرا للطبيعه الجبليه لهذه الاماكن. الامطار بتمتد المناطق كمان من شمال الصعيد، ولكن فرص الامطار على شمال الصعيد من خفيفه الى متوسطه، ايضا هتمتد الى مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر والمدن المطله على خليج السويس، وفي سلاسل جبال البحر الاحمر هتكون منطقه الغردقه والقصير يوم الاربعاء باذن الله. والقاهره بكره الحراره هتنخفض مش كده؟ ان شاء الله الانخفاض هيبقى طفيف، يعني النهارده كانت درجه الحراره 19 درجه على القاهره، بكره باذن الله من 15 ل 16 درجه، انخفاض 3 4 درجه. والرياح، هل بكره في رياح زي ما شفنا في الايام الماضيه؟ لا في نشاط للرياح ولكنه اقل من ايام الثلاث والاربع اللي فاتوا، حتى الملاحه البحريه اضطرابها من 3 الى 4 متر، مش هتوصل للست امتار اللي شفناهم على اسكندريه يوم الاربع اللي فات. بشكرك شكرا جزيلا. السفر بقى على الطرق السريعه بننصح بايه يا استاذ يا دكتور محمود؟ حضرتك طبعا الطرق السريعه اللي ما عندوش مشوار ضروري الى محافظات الوجه البحري او سواحلنا الشماليه يفضل تأجيل هذه المشاوير لحين الانتهاء من حالة عدم الاستقرار، لأن طبعا هيبقى على الطرق سقوط أمطار غزيرة، فبقدر الإمكان اللي مضطر يمشي القيادة بهدوء شديد، عدم الاقتراب أثناء سقوط الأمطار من كابلات الكهرباء، أيضا أعمدة الإنارة، بقدر الإمكان نتجنب طبعا لمس الأجسام المعدنية أثناء سقوط الأمطار. شكرا دكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية.